يسعد مساكم متابعيني يا حلوين، ويعطيكم العافية، وكل عام وانتو بألف خير. طبعا نحن اليوم باستضافة حبيبة قلبي ميرنا كساب في مركزها الموجود بفندق الهيلتون بالشارقة. اوكي صبايا، انا حبيت كتير المكان، بس بدي اصوركم قبل يصير الغيوم يجي وتفل الشمس، خليكم المكان حتى الفيو كتير حلو. طبعا هيدا فندق الهيلتون في إمارة الشارقة، مركزها الطابق الثاني. هلا رح نتعرف على الخدمات الموجودة عندها، اوكي، وشو في خصومات لملتقى اعمال سيدات دبي في اي بي موجود. طبعا هي رح تخبرنا كل القصص الموجودة عندها، اوكي، مثل ما انتم شايفين. طبعا كلمتها الحلوة المفضلة انه البساطة بتحلي، وهي فعلا صبايا البساطة بتحلي. ممكن جزء بسيط يكون بالصبية او بالانسان يعني منه مزبوط، وهي لمحات او يعني كيف بدنا نحكي، لمسات خفيفة ممكن تغير. هلا رح نتعرف على مركز مدام ميرنا. يعطيك العافية. أنا حبيبتي. كيفك حبيبتي؟ نورتي. شو أخبارك؟ أهلا وسهلا. إن شاء الله بخير. أنا بحب أجي عندك على المكان، بحس هيك بهدوء. حبيبتي. فنحن يلا يا صبايا. نورتي. حبيبتي تسلمي، كلك ذوق. مثل ما أنتم شايفين حتى الألوان المتناسقة تاخذ العقل. اوكي يعطيك العافيه حبيبتي. اهلا وسهلا بخير وبجروب ملتقى سيدات دبي في اي بي. نورتينا حبيبي سهى بمركزي الموجود بفندق الهيلتون بالشارقه طابق ثاني. حبيبتي تسلمي، كلك ذوق. مركزي فيه تقريبا 4 غرف، غرفتين لعلاج البشره وغرفتين لنحت الجسم. اوكي. طبعا الفيو مثل ما انت شايفتيها هي عادي، نحن بنشوف الناس بس الناس ما بتشوفنا. حلو، لسه كنت بدي اسالك على هذا الموضوع. طبعا الا اذا هلا لانه صار شوي، انت جايتيني بتوقيت الستة، فاذا نحن بدنا نضوي الضوء بنصير مبين. اكيد طبعا. حبيبه قلبي تسلم. عندنا تقريبا اكثر من 26 خدمه لعلاج البشره. اوكي تماما. في كتير أجهزة، في جهاز الأكسجينال يلي بيساعد على إدخال أكبر كمية أكسجين للبشرة لتوحيد اللون، لتحفيز الدورة الدموية وتقبيض المسام. عنا الدايموند تريتمنت يلي بيقوم على تقشير الطبقة السطحية، بس عليهم صوتك، تقشير الطبقة السطحية وكمان بيفتح المسام وبيهيئ البشرة لاستقبال مواد المعالجة. اوكي. عندنا جهاز الديتوكس يلي بيقوم بسحب السموم من البشره وتخليص البشره من السموم وتنقيتها، وبالتالي بيساعدنا بمعالجه الحب واثاره. عندنا الكولاجين الحراري يلي بيعمل مثل المواد المالئه بلا حقن على تحفيز خلايا الكولاجين بالبشره وتسريع انقساماتها لحتى تتكاثر هي الخلايا ويتضاعف عددها. تمام، وتعطينا هذا الفوليوم المطلوب. حلو. بالإضافة لجهاز نحت الوجه يلي بيساعدنا على إبراز تقاسيم الوجه من خدود، من رفع للحاجب، من التخلص من الدبل تشين والنفرتيتي لوك، النحت تبع الدقن، الكونسبت تبع الحواجب، يعني بيعطي الوجه سماحة وبشكل كتير طبيعي، يعني نفس الكونسبت تبع البوتوكس والفيلرز بس من دون إبر. بدون إبر. حلو كتير، حلو كتير فعلا، لأنه في صبايا كتير سألتني أهم شيء إنه في إبر ولا ما في إبر. قلت لهم انتظرونا. عنا البديل. عنا البديل. أوكي تمام. هلأ حنقلك للغرفة الثانية، بس هي مشغولة فيها زباين. حنروح لغرفة الجسم. بس إجمالا نحن حكينا تقريبا بشكل موسع بالبشرة. تمام، زي ما أنتوا شايفين صبايا الغرفة مجهزة، أهم شيء مثل ما خبرناكم صبايا النظافة أهم شيء، تعقيم المواد. أوكي. وأنا دائماً بقول كمان بالإضافة لكل اللي حكيتيه، الخبرة طبعاً. الناس اللي عم تشتغل. طبعاً طبعاً. هو المكان والديكور وهال بيعطي جو كتير حلو. طبعاً. بس بدك كمان اللي عم يشتغل لك إنه يكون عنده الإكسبرينس اللازمة. أنا استشارية
تجميل ومدرب دولي معتمد باختصاص العناية بالبشرة بدبي. ما شاء يعني الله. قريبا حيكون في ضمن مركزي دورات لتعليم كيف العناية بالبشرة. حلو ممتاز برافو عليكي تستاهلي كل خير حبيبتي. شكرا حبيبتي. اوكي عنا هون كمان غرفة نحت الجسم اول غرفة يلي فيها جهاز الفور دي يلي فيه الهامر يلي نحن مثلا عنا الصبية اللي بدها تنحت جسمها منحطها على الجهاز. الجهاز فيه كام للمنطقة المراد تنحيفها بيورجينا اذا هي عندها سيلوليت او فات وشو التكنيك المناسب لحتى هي تنحف باقصر وقت وتاخذ النتيجة المطلوبة. في وزن معين ولا انه حسب الوزن انت هلا نحن دائما شوفي نحن دائما الكونسبت تبع النحت ما له علاقة بالوزن. يعني مثلا نحن هيفا هيفا وهبة جسمها بيرفكت اوكي مقاساتها كلها اوكي نانسي عجرم جسمها بيرفكت بس انا اذا بدي قارن هيفا بنانسي بتطلع هيفا ناصحة بالضبط تمام. فلذلك انا بقول انه كل جسم هو بحد ذاته حالة. انا بيهمني انه يكون قياس الكتاف مناسب مع الصدر مناسب للخصر. يعني انا لابسة اليوم شوي عريض بس انه النحت هيك بده يكون الجسم كل السايزات متناسقة مع بعض مع بعض صحيح تمام. في عنا اللي مثل ال بي جي الاقوى بس الاندورمولوجية اللي بيقوم بسحب السيلوليت من العمق للسطح لحتى يتم تكثيره ويتم طرحه لخارج الجسم. في عنا الفريزن يلي هو هلا متعارف عليه عن الجهاز الموجود بيتم تجميد الخلية الدهنية لدرجة معينة تحت الصفر الجسم بيحس انه هاي الخلية هي جسم غريب فبيقوم بطرحها للخارج. عندي بس بعد اذنك مدمنا يا متابعين يا حلوين رح نحكي بالاسعار بس انترونا عبال ما نتعرف على المركز. اكيد مدام منى رح تحكي لنا على الاسعار. اوكي كامل حبيبتي تمام. في عنا الهايفو مثل الهايفو كمان خلينا نقول يلي هي بتعتمد على التخلص من التشققات الموجوده بالجسم سواء مثلا لصبية كانت حامل وولدت صبية كانت ناصحة وضعفت صحيح تمام ترهلات بالجسم اي تماما في عنا اكثر من تكنيك لحتى يروحوا تمام. هلا رح خبرك عن الاجهزة الثانية الموجودة بالغرفة الثانية. اوكي تمام. حتى شوفوا يا صبايا حتى الذوق بالالوان عن جد انا بدي اجي عندك يومي يا ميرنا. هلا وغلا حبيبتي نايس عن جد كتير نايس. اوكي هيدي الغرفه كمان هاي الغرفه كمان لنحت الجسم يا متابعين تمام. هلا في عنا نحن جهاز الدريناج اللي بيعمل على تحفيز دورة دموية وبيساعدنا بيعلي استقلاب الجسم لحتى بيقوم الجسم بطرح الصموم للخارج. وبتعرفي اذا كانت المعدة منتظمة يعني الصبية مثلا الاكل مش صحي معدتها اللي هو الخروج تبع المعدة مش منتظم هذا بيؤدي لسمنة وبيؤدي لحبوب بالوجه هاي. هذا الجهاز بيساعدنا على تخليص الجسم من السموم وبيعلي الاستقلاب بالإضافة اللي بيشتغل على شد نسيج الجلد تماما. وفي عنا جهاز السلندرتون يلي هو جهاز بيسموه السلندرتون أو سبور نيجاتيف يعني هو رياضة من دون أي جهد. الصبية بتتمدد بينحط الأقطاب بأماكن معينة على حسب عنا أخصائية التغذية هي كيف بتشوف الجسم وكيف بدها يعني هي بتحدد تماما. هو بيعتمد على مبدأ نبضة بتوصل للعضلة بتأدي لتمدد أو تقلصها وكأنه هالصبية مثلا لعبت 800 تمرين معدة. يعني هو قادر أنه يشكل الجسم بشكل كتير حلو. يعني أنا لكي مثلا أنا عاملة عضل بإيدي بس حلو. بشكل حلو طبعاً مشدودة عرفتي كيف؟ فهدول الأجهزة الموجودة للجسم طبعاً أحدث الأجهزة الموجودة عندي كتير
متطوره تمام. وفي عندي جهاز هداك يونيك يعني مش ما في منه هون اوكي تمام يلي بيشتغل مثل ما خبرتك اكثر من وظيفه 4 دي يعني 4 فانكشن ان 1 تمام. وبالإضافة لأنه نحنا أنا الصبايا يلي عندي كلياتهم سوريات أكاديميات يعني أنا بحب الصبايا اللي بيشتغلوا معي يكون نحنا بقلب واحد وياخذ الطابع تبع مركزنا غير بقية المراكز فيلبينيات وكذا كل الناس خير وبركة بس أنا بحبهم يكونوا دارسات أكاديميات تمام متخصصات بعلاج البشرة ونحت الجسم. حلو. ومثل ما عرفتي نحن موجودين بالهيلتون فندق الهيلتون بالشارقة طابق تاني فكمان المكان الجو يعني بيلعب دور طبعا. اكيد اكيد طبعا نرحب فيكي ونحكي لك يعطيك العافية وكلك ذوق على هذا المكان وعلى التنسيق اللي انت عملتيه. وشو ناوي اليوم تعملي لنا مدام ميرنا؟ خلينا نشوف الصبايا. اول شيء بدنا نمسح لك بشرتك وانا افحصها تمام اوكي. وعلى الاغلب نعمل لك جلسه الدايموند تريتمنت يلي هو نحن بنقوم بتقشير مثل ما خبرتك سطحي للبشره تمام لحتى نساعد نفتح المسام ونساعد البشره باستقبال المواد المعالجه. بالاضافه انا شايفه انه لازم نحفز لك خلايا الكولاجين لنرسم لك الخدود بشكل احلى ويبين طبيعي اكثر ان شاء الله. بلس انه نحن فينا كمان انا دائما بدمج بشغلي جلسه بالجهاز وجلسه ال 3 دي ماسك اللي هو بيعالج ثلاث مشاكل موجوده بالبشره تمام من توحيد لون تقبيض مسام تحسين نسيج البشره. فهيك بنكون نحن اشتغلنا من جوا ومن برا. من برا يعطيكي العافيه. الله يعافيك. وهلا صبايا اكيد راح تنطرونا نشوف المبدعه معانا ميرنا كيف في مركزها الحلو. رح صور لكم اياها كمان مره لانه انا ضليتني احكي معاها. اوكي اكيد صبايا بهمنا النظافه بهمنا الترتيب كمان والذوق. رح صور لكم اياها كمان مره قبل لا نبلش. طبعا هون اول ما تفوتوا طبعا هون اللوبي اوكي. طبعا الحلو في ميرنا كساب انه وين مكان حرفها ميرنا كساب. لا قريبا ان شاء الله حيكون براند. لا اكيد. مثل ما انتم شايفين اوكي هيك تيجي الغرفه الثانيه اللي كنا نحكي عنها. هاي الغرفه اي بزي هاي الغرفه ما لنا مشكله اوكي. وهاي الغرفه هاي الغرفه كثير حلوه بس هلا نحن بدنا نسكر على الفيو لنقدر نضوي الضوء لانه عتمت الدنيا بالضبط. وانت فيك تضوي من عندك؟ يلا. اوكي متابعين يا حلوين ان شاء الله هلا بس نخلص الجلسه راح نفرجيكم قبل وبعد ما هيك مرينا اكيد. اوكي بتحبي شو توجهي تحيه لجروبي ولمتابعيني؟ حبيبتي اهلا وسهلا فيكي ستوها وبمتابعينك وبالجروب تبعك وان شاء الله حيصير اللي انت طلبتي مني حيكون في خصم معين لمتابعينك. واهلا وسهلا فيكم وبالكل كلك ذوق حبيبتي. ثانك يو لك. هلا شذا حبيبة قلبي متابعانا اكيد بتسلم عليك. شذا جبور تحياتي لإلك حبيبتي ام الشوش اشتقت لها كثير. اي والله الها وحش الزعره. يلا بشوفك يا شذا حبيبة قلبي. يلا اوكي تمام. شو اسعار الجلسات رح نحكي معها نحن رح نحكي فيها بعد ما نخلص صبايا. شو رايك مينا؟ اكيد اكيد خلص اوكي صبايا رح نحكي فيها ان شاء الله بعد ما نخلص. تابعونا وانترونا يلا باي.